أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن ترهبون به عدو الله وعدوكم
نحوكم وآخرين من دونهم يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ
صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. صدق الله العظيم.